نحن مستمرين في الإضراب المفتوح إلى أن يتحقق مطلبنا الأول والرئيسي وهو علاوة 50%، ومجلس نقابة المعلمين وبموافقة الفروع نفتح باب الحوار، وما زلنا نفتح باب الحوار للحكومة، لكن على الحكومة أن تقدم شيء. الحكومة تجلس معنا ولا تقدم شيء. ولكن الحكومة تحدثت في بيان صادر عنها أمس، قالت بأننا عن ربط العلاوة بالأداء، والأداء يقيم من النقابة والحكومة، وأيضا شددت على مبدأ الحوار ومسألة الحوار، واعتبار بأن طاولة الحوار هي الخلاص يعني للأزمة، ونحن على استعداد للحوار، لكن الحكومة تتحدث عن الأداء. نحن نطالب ب50% حتى نصل إلى أدنى مستويات العيش الكريم للمعلم. بعد أن نصل إلى أدنى مستويات العيش الكريم للمعلم وهي علاوة 50%، ننطلق بعد ذلك إلى موضوع الأداء، لأن الأداء يتحدث عن حوافز تقدم حسب التقارير، وهذا لا يستطيع الحصول عليه أي معلم. نحن نريد أولا أن نصل إلى لماذا لا يستطيع أن يحصل عليه المعلم؟ لأنه هذه تعتمد على أمور كذا. أنا أريد أن يعني أخوض في موضوع المسار المهني، لأن المسار المهني أصلا مرفوض من قبل النقابة، والحديث فيه مرفوض الآن إلا بعد الحصول على علاوة 50%. بعد الحصول على علاوة 50% تجلس النقابة مع الوزارة وتتحدث أيضا وتعدل على المسار المهني اللي كان مطروح أولا. نحن مصممين ومصرين على علاوة 50% أولا قبل الحديث عن أي شيء آخر.